القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. كنقولوا كل ما كلا سيدنا آدم من 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 الشجرة، هذيك الشجرة ديالاش من الفاكهة؟ علاش طرحت هذا السؤال هذا؟ لأن دخلوا لنا التفاح علما أن ما كاين حتى شي مصدر من المصادر المعلومة أنها واش تفاحة ولا عنبة ولا بطاطا حلوة ولا المهم شجرة وسالينا. لأن العبرة ماشي لأنهما علاش منين دخلتنا التفاحة؟ دخلتنا من المدرسة ملي كنا باقيين صغار، كيقول لك أكل وأكل الولد. منين جات هذيك الجملة ديال التفاحة؟ هذه ثقافة غربية دخلت عندنا من الروجيستر بيبليك، دخلت من السياق ديال الإنجيل الذي تم تحريفه على اعتبار أنهم هما تيلصقوا المسؤولية 100% لآدم عليه السلام، كيقول لك راه هو بسبب المرأة باش كلا، وملي كلا وحلات ليه، داكشي علاش الرجالة عندهم هذيك العيبة هنا في القرجوطة، حتى أنهم كيسميوها بالفرنسي اش كيقول لها؟ لا بوم دادون. كيقول لك هذه راه صاحبي كاين وحلتو هنا من شحال، كيقول لك راه هذيك اللقمه اللي سميتو كلاها ادم وحلات لي هنا فبقات عنده تما، والمراه لان هي اللي كانت سبب اغواء ادم عليه السلام، فالله عز وجل عاقبها بمجموعه من الالام، عاقبها بالحيض، عاقبها بالحمل، عاقبها بالنفاس، عاقبها بالام الوضع والولاده الى غير ذلك، هكذا في المعتقد ديالو. حنا بسبب مجموعه من الامور والحيثيات التخلف على شي شويه ديال الجهل، على شي شويه ديال الاستعمار، على شي شويه ديال البعد عن الدين، على البعد عن القران الكريم، على 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 ولات الثقافه دخلت عندنا من المدرسه الفرنسيه عن طريق الاستعمار، وحتى في الامثله بداو كيعطيونا اكل الولد التفاحه وصرتنا التفاحه، ولينا كنقولوا ملي كلا ادم من التفاحه وصافي وداز عندنا التفاحه ويا تفاحه، وبقينا غادي خدامين مع التفاح، والقديم عندها علاقه لا بالتفاح ولا ملبي. المساله بكل بساطه عندها علاقه بامر أعطاه الله عز وجل لآدم ونهي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وأنه الإنسان بالطبيعة دياله يقع في الخطأ، إلى وقع في الخطأ شنو خصو يدير؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.